تابعش وللي ما شافش مهم جدا ان هو يعرف ماذا حدث صباح اليوم في مصر. الحقيقه صباح اليوم الاربعاء شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى للقوات المسلحه مراسم احتفال تخريج الدفعه 66 من الكليه البحريه والدفعه 43 من كليه الدفاع الجوي، دفعه الفريق محمد عبد الحميد حلمي قائد القوات الجويه الاسبق، وذلك في محافظه الاسكندريه بحضور الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع وعدد من كبار ضباط المؤسسة العسكرية. الدفعة كمان الحقيقة بتضم عدد من الوافدين من دول المملكة العربية السعودية والسودان والبحرين والكويت، ما هو أكيد إحنا أم الدنيا. الفيديو اللي هنعرضه على حضراتكم كمان شوية الحقيقة بيوضح قد إيه النزعة الوطنية اللي موجودة في روح جنودنا قد إيه هي عالية جداً، بالرغم من سقوط عدد كبير من الشهداء، زمايلهم وأهليهم وقرايبهم بيسقطوا شهداء، ولكن هذه النزعة ما زالت موجودة، وأنه برغم من الإرهاب اللي بيحاول يفقدهم عزيمتهم هم مكملين مشوارهم علشان حماية مصر. وقد إيه كمان بالرغم من أن سنهم لسه صغير، هم لسه طالبة، لكنهم بجد رجالة قادرين على تحمل المسؤولية بجد. وشكلهم النهاردة في أثناء حفل التخرج حاجة كده زي ما بنقول تشرح القلب وتفرح قلب كل أم وأب تعبوا قوي عشان يربوا عيالهم، بس عيالهم دول طلعوا رجالة بجد. الحقيقة أنه كمان اللي حصل النهاردة ده في هذا الافتتاح أو في هذا الاحتفال بيوصل رسالة مهمة جدا، هي رسالة أمن وأمان لكل واحد جوه وبره مصر، وبيقول له أن مصر فيها رجالة قادرة تحميها. ولو هنستشهد بحديث أشرف الخلق خلق الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر الصديق: ولم ذاك يا رسول الله؟ فقال: إنهم في رباط إلى يوم القيامة. مش هطول على حضراتكم، تعالوا مع بعض كده نشوف بعض اللقاءات مع الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوي ولواء أركان حرب أحمد محمد حامد مدير كلية الدفاع الجوي ولواء بحري أركان حرب أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية ولواء بحري أركان حرب محمد طارق عباس مدير الكلية البحرية وعدد من الخريجين وأهليهم. تعالوا كده نشوف الخريجين حاسين بإيه؟ ما شاء الله العزيمة اللي عندهم في حماية مصر وأن هم فورا يستلموا الخدمة وينزلوا مواقعهم عاملة إزاي؟ وتعالوا برضو نشوف بعض أولياء الأمور اللي سجلنا معاهم وهم بيقولوا بأحلى كلمات واللي حقيقي صدقة وطالعة من القلب: إحنا بنقدم ولادنا فدا لمصر. تعالوا نشوف مع بعض. النهاردة بنحتفل بتخريج دفعة 66 بحرية والدفعة 43 دفاع جوي، وده يوم احتفال جميل بتحتفل بيه الكليات العسكرية والقوات المسلحة بتخريج دم جديد وشباب جديد وجيل جديد من الضباط ينضموا لصفوف القوات المسلحة. وأنا بنتهز هذه الفرصة وانتهز هذا اليوم لأقدم التحية لشهدائنا الأبرار والأبطالنا المصابين في العمليات في مجابهة ومكافحة الإرهاب الأسود، وبوجه لهم كل التحية ولأسرهم، وبنقول لهم إحنا جاهزين إن إحنا نقدم كلنا أرواحنا فداء لوطننا وفداء لبلدنا. والحمد لله الجيل الجديد من الأبطال اللي هيتخرجوا النهاردة جيل عنده حماس وعنده ولاء وعنده استعداد للتضحية والفداء لوطنه. خريج كلية الدفاع الجوي بيتصف ببعض المعايير اللي بتكون عالية جدا، لازم الخريج بيبقى ليه قدرات مهارية وبدنية، بيبقى عنده قدرة عالية على استخدام وصيانة وإصلاح المعدات بالموقع، بيتمتع بالمهارة في الميدان وملم بالتكتيكات الصغرى، بيتميز بالانضباط العسكري الذاتي والعالي، ملم بالتاريخ العسكري والدروس المستفادة منه، لازم مستوى اللغة الإنجليزية بيبقى أعلى من 85%، عنده قدرة على التعامل مع المعدات الإلكترونية والآلات الميكانيكية وأداء العمليات الحسابية. في بعض السمات الشخصية
اللي احنا بنبثها وبنغرزها في الطالب أثناء دراسته عشان يتحلى بيها بعد تخرجه: الصدق، الأمانة، النزاهة، الاتزان الانفعالي، ويكون عنده قدرة على تحمل الضغوط ومقاومة الانحراف السلوكي في جميع المواقف المختلفة. بقول لأبنائي خريجي كلية الدفاع الجوي: انتوا اخترتم طريق الجندية شرف ورغبة، وانتوا بتتدربوا بمعايير دقيقة في التدريب، وبنستخدم أرقى وسائل مساعدات التدريب، وكذلك المعامل اللي موجودة في الكلية من أحدث المعامل اللي موجودة في كليات الهندسة، عشان تنالوا شرف الدفاع عن سماء مصر وتحافظوا على أمنها وسلامتها ومقدساتها سواء في السلم أو الحرب. عشان كده ده بيستلزم منكم تبقوا حريصين على تحصيل العلم والتمسك بالانضباط والتقاليد العسكرية الراسخة لطالب كلية الدفاع الجوي. بذكركم بدور أبطال الدفاع الجوي في حرب أكتوبر المجيدة وأثره البالغ في تاريخ العسكرية المصرية، وأنتم قادة المستقبل بإذن الله. لازم تحزوا حذو من سبقوكم بالتمسك بالتقاليد العسكرية والانضباط العسكري الراقي المبني على حسن الخلق، وتتزودوا بكل ما هو جديد في علوم الدفاع الجوي والعلوم الهندسية. حافظوا دائما على الاطلاع المستمر في عجلة التطور، ما بتتوقفش. أتموا المسيرة بالتفاني في العطاء وتحصيل العلم والمعرفة، وتتقنوا مهمكم عشان توصلوا للاحتراف في الأداء. كونوا المثل والقدوة في الانضباط والالتزام، وتخلقوا بأخلاق الفرسان: شهامة ونبل وعزة وقدوة وكرامة وفخرا. وليكن مساقكم مصداقا لشعار كليتكم وقوات الدفاع الجوي. لازم يكون عندكم إيمان بالله والوطن، عزم على اكتساب خبرة القتال عشان تحققوا النصر إن شاء الله. مجد في السماء وفي الأرض لإعلاء كلمة الحق ورفع راية مصر خفاقة عالية إن شاء الله. كل حاجة في ده الوطن، بحيث كمان الواحد بيتابع سنة رسول الله حيث قال: عينان لا تمسهما النار، عينان بكت من خشية الله، وعينان باتت تحرس في سبيل الله. فأنا تخصصي رادار، فأنا بيتطبق علينا إن شاء الله عينان باتت تحرس في سبيل الله. دفعة 181 ضابط ان شاء الله، يعني كلهم نفسهم يتخرجوا يروحوا على الوحدات في سينا. يعني الموضوع ما فيهوش اي خوف ولا فيه اي قلق، ده بالعكس احنا عايزين نبدا المشوار من هناك عشان نكمل مسيرة اخواتنا وزملائنا والشهداء اللي بيروحوا كل يوم فدا للوطن. احنا مش اقل منهم، واحنا عايزين نبقى زيهم، وان شاء الله ربنا يساعدنا ان احنا نقدر نقدم حاجة للبلد، لان مصر تستاهل منا كتير. يعني مهمتي الاولى ان انا اكون ضابط محترم، اهتم بمعدتي عشان نعرف نواجه العدو المتربص بينا بره. لازم تخلوا أولادكم يقدموا في الكليات العسكرية عشان يكونوا ضباط يخدموا بلدهم، عشان في الآخر احنا أولاد البلد ديت وهنموت عشان نفديها بدمنا. بالنسبة للكفاءة القتالية للقوات البحرية، احنا كل يوم في زيادة بين التدريب والعمل الشاق عشان نوصل للكفاءة القتالية لأعلى مستوى. بكفاءتنا القتالية دي والمستوى اللي احنا فيه، بنتدرب مع الدول الصديقة والأجنبية في التدريبات المشتركة، بنبقى جاهزين ان احنا نأمن سواحلنا ومياهنا الإقليمية وأمننا القومي لغاية باب المندة بتاعت. طبعا احنا وحداتنا البحرية جاهزة بقى بتأمن لو نلاقي وحدة من الوحدات البحرية المشتبه فيها في البحر، أي بالانس أو أي سفينة مشتبه فيها، وحداتنا البحرية أثناء المرور بتقوم بإيقافها وعمل عملية الزيارة والتفتيش ليها، وبنتأكد ان الموجودين على الطاقم المركب دي هم الطاقم بس، مش معهوش هجرة غير شرعية. في حالة ان احنا بنلاقي بقى هجرة غير شرعية، بنصطحب هذه المركب الاقرب مينا ونسلم الناس دي لجهات الاختصاص. علاوة طبعا على مهامنا الاخرى برضو، يعني مكافحة التهريب ومكافحة المخدرات ومكافحة تهريب السلاح، وكل الحاجات دي بتقوم بها القوات البحرية في لتأمين الامن القومي مصر طبعا اساسا. يعني نحن بيعد الطالب في داخل الكلية البحرية على احدث نظم التسليح العالمية وكل ما هو مستحدث في علوم العصر، نطبق وبنفرض قوانين الدولة داخل مياه البحر بالكامل. وبنطمن حضرتك ان الحمد لله سواحل جمهورية مصر العربية دايما تكون بخير. خلطت بين الحياة المدنية والعسكرية ان انا وانا داخل الكلية حطيت تارجت في دماغي ان انا ابقى زي قائد القوات البحرية، وقلت لي في دماغي ليه ما بقاش الاول في كل حاجة. فجمعت بين المواد العلمية واللياقة البدنية، طلعت الاول في المواد العلمية والاول في اللياقة البدنية، والحمد لله طلعت اول الكليات العسكرية. رسالة عايز اوجهها لكل الشباب اللي لسه دلوقتي مثلا في سن الثانوية العامة وبيفكر ان هو يقدم للكلية، ان هي مش ضابط بدلة رايحة وجاية، هو دلوقتي انا عايز اتخرج عشان اخدم بلدي، عايز اموت في
اموت في سبيل بلدي، اموت شهيد، انا هبقى في مكانه اكيد احسن من عند بلدي. حتى انا اهلي متفاهمين الوضع ده، يمكن كانوا خايفين عليا في الاول بس هم تفهموا دلوقتي ان انا هكون في مكانه ان شاء الله احسن من اللي موجود فيها هنا. انا بدافع عن تراب بلدي. الحاله الملكيه قبل الحاله العسكريه طبعا في اختلاف جذري، يعني قبل كده ما كانش حد يقدر ان يستحمل المسؤوليه، يشتغل تحت ضغط، يقود ناس تحت منه. طبعا بعد ما دخلت الكليه وقعدت في 4 سنين طبعا وجهد وتعب، دلوقتي ان شاء الله انا قادر ان انا اقود ناس واشتغل تحت اي ضغط واحمي بلد ان شاء الله. والله شعور ملوش مثيل ابدا، انه الواحد شاف ابنه بالطريقه دي، انضباط عسكري، سلوك جميل، تحمل المسؤوليه، حاجه جميله قوي. الله الواحد ما كانش يحلم بيها الحقيقه، ربنا كرمنا ان شاء الله فيه وعوضنا خير. يعني ان شاء الله مصر منتصر على الارهاب، والارهاب ده آفة ضعيفة جدا لن ينتصر عليها احد الا الشعب المصري وجيش مصر العظيم. وانا مبسوطة جدا لتخرج ابن اختي ومن الاوائل ان شاء الله، وربنا وانا مقدمها للوطن، وربنا يحميه ويحمي وطننا ويحمي جيشنا ان شاء الله. احساسي فرحانة وفرح الدنيا كلها، وبقدم ابني هدية للوطن، وربنا يحمي الجيش والشرطة، وبقدمه شهيد للوطن كمان، يخدم بلده ويخدم الجيش والشرطة، وربنا يحميهم يا رب. هم دول رجال مصر، وهو ده كل أب وكل أم في مصر، وهي دي الرسائل اللي بنوجهها، رسالتين: رسالة لكل من يمول الإرهاب، ورسالة مهمة جدا طبعا معاها لكل من يقوم بالعمليات الإرهابية نفسها، احنا ما بنخافش. والرسالة التانية رد على الكلمة للرسالة الأولانية، ما بنخافش ليه؟ لأنه عارفين أنه بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى حامي هذا الوطن، ولأن بها رجال خير أجناد الأرض.